السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال إن الإسلام يحتاج إلى تجدد لأنه قد إلى تجدد لأنه قديم، يقول فما الحكم وكيف نعامله؟ من قال إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: من قال إن الإسلام يحتاج إلى تجدد لأنه تجدد قديم. نعم أو تجديد، يحتاج إلى تجديد. نعم، ما تجدد يعني يغير ويجيب شيء جديد، دين جديد، هذا كفر بالله عز وجل. الإسلام هو الإسلام إلى أن تقوم الساعة، ولا يحتاج إلى تجدد، إنما يحتاج إلى تجديد. نعم، والله أعلم.